السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع النهاردة بندكس، احنا عملناه قبل كده لكن احنا بنفكر حضراتكم ان فات 3 شهور من يوم ما اعطينا بندكس او اي طارد للديدان. كل 3 شهور احنا بنعطيه كوقاية، او لو في مرض او في تسييف او الشقفة، الحمام صحته مش كويسة او ما بيبيضش، او بيبيض بيضة واحدة او بيبيض بيض فارغ، ممكن يكون كل ده سببه ديدان الحمام. ديدان الحمام يا جماعة من اخطر الامراض اللي بتصيب الحمام. طيب النهاردة هنستخدم ايه؟ نقول الوصفة اول. طب قبل ما نقول الوصفة هنقول اللي عايز الفيديو يا جماعة باختصار هيلاقيه على قناتنا اللي هي القناة التانية الجديدة اللي هي معلومات في تربية الحمام. طيب نبدأ الوصفة. معانا النهاردة قلنا بندكس، ما كناش بنلاقيه، كنا بنستخدم سترات الببرازين. اهي سترات الببرازين، لكن انا بفضل يا جماعة بندكس. لازم اعطي جرعة كل 3 شهور وتكرر بعد 14 يوم. ان ما اعطيتش اول 3 ايام، بنأتي 3 ايام بندكس، هنعملها الاول اقول لكم ازاي وبعد كده نتكلم عن الموضوع. احنا معانا هي العلبة فيها شريط زي ده، 6 اقراص، تمنها 8 جنيه. تمام، تمن العلبة 8 جنيه، فيها 6 اقراص، فاحنا بناخد قرص واحد بس على لتر المية. شوف حضرتك الكمية اللي عندك، الحمام بيشرب قد ايه، تعمل له قرص اهو، نحطه في، نضيف عليه حبة مية ونسيبه. لو عايز تدقه دقه، لكن هي انا اكتشفت ان هو لما بسيبه كده بيدوب كويس جدا. اهو انا سيبته في المية، انا مجهز واحد تاني علشان وقت الفيديو هندوبه، بيدوب جدا، هتلاقيه بيض كده، تعرف ان هو ده. بهوريكم برضو المية بقى لونها ايه في المسقة، بعد كده نقول ايه والديدان بتعمل ايه في الحمام وبتسبب امراض ايه. نكمل عليه المية. هي المسقة بتاعتنا يا جماعة لتر مية اهو، شفت حضرتك بقى لونه، اللون ده بقى لونه ابيض كده. طيب هنقدمها للحمام، بعد كده نقول انا عملت واحدة وللتانية، كل واحدة يا جماعة فيها قرص من بندكس. هنعمل الموضوع ده لمدة 3 ايام. شوف حضرتك هو الحمام بيشرب قد ايه في اليوم وتستمر عليه 3 ايام، بعد كده تكررها بعد 14 يوم من اول النهاردة، يعني تعد من النهاردة تفوت 14 يوم وتأتي مرة تانية. طب ليه احنا بنأتي بعد 14 يوم؟ لان حضرتك اي طارد للديدان بيقتل او بيطرد الديدان الموجودة بس فقط في امعاء الطائر، لكن ما بيطردش اليرقات او بيض الديدان، فبيفضل البيض يرجع يفقس في خلال الاسبوعين دول. فانت بتاتي بعد 14 يوم علشان يطرد اللي ظهر تاني مرة تانية. لو ما عطيتش بعد 14 يوم كأنك ما عطيتش حاجة. طيب نقول شوية حاجات. احنا كنا بقولنا سترات الببرازين لمدة 2 يوم بس، وتكرر بعد 10 ايام. في ناس بتعطيها برضو 3 ايام وبيكررها بعد 10 ايام برضو
لمدة يومين او 3 ايام. طيب النهاردة زي ما قلنا البندكس هو اللي معانا، هنبنات القرص لمدة 3 ايام على لتر مية 3 ايام، وبنكرره بعد 14 يوم. ليه بناتي ما بناتيش اللي هو الدواء الشراب؟ لان الدواء الشراب هنا انا بربي جماعي يا جماعة، فانا لما جربت الدواء الشراب لقيته بيركز في المية، لكن ده الحمد لله لو باتت كده. هو انت طبعا بتعطش الحمام في الشتاء 12 ساعة، وفي الصيف بتعطشه 6 ساعات بس، لكن احنا دلوقتي نقول في الربيع يعني ممكن تخليها 8 ساعات، بنعطشه 8 ساعات في الايام دي. انا بعطي كل 3 شهور بكرر الموضوع ده، لان ده يا جماعة بيسبب نقص البيض. يعني الحمام عندك ما بتبيضش من زمان، ممكن يكون عندها ديدان، ده سبب من الاسباب، مش هو السبب بس الوحيد، او بتبيض بيضة واحدة ده سبب برضو، ده برضو حاجة من الايه بسبب الديدان. وبنكرر لان زي ما قلنا ان هو بنكرره بعد 14 يوم عشان البيض واليرقات اللي فقست داخل الطائر بعد 14 يوم. زي ما قلنا الديدان سبب البيضة الواحدة او عدم البيض نهائيا، وسبب كمان اللي هو الشقفة اللي تلاقي تمسك الحمامة تلاقي ان هي العظم بتاع الصدر ظاهر عندها الشقفة، او اللي هو الخسسان، او بيقولوا عليه التسييف. شوف حضرتك هو المعنى اللي انت تفهمه، الشقفة او الخسسان او التسييف، ومشكلة البيضة الواحدة او عدم البيض نهائيا. وبرضو ايضا ان هو بيسبب ترويق البيض عند الذكور، يعني تلاقي البيض يطلع عندك فارغ كتير سبب الديدان. لازم تخلي الحمام صحته جيدة علشان ينتج ويبيض البطين والذكر يخصب البيض. لو مربي في سلاكة ممكن تأتي اللي هو بندكس بس شراب، هتأتي 1 سنتي في فم الحمامة. يعني لو انت مربي في سلاكة كل جوز في سلاكة بيبيض فيها لوحده، تقدر تمسك، مش عايز تأتي الدواء جماعي، بس لازم تأتي الحمام كله كل مدة يا جماعة اللي هي كل 3 شهور، فتأتي سنت واحد برضو نفس الجرعة زي ما بنعمل سنتي لمدة 3 ايام، وتكررها برضو بعد 14 يوم من بدء العلاج. لانك لو ما عطيتش بعد 14 يوم قلنا هيرجع الديدان مرة تانية، وكأنك ما عطيتش اي دواء. وبعد ما نخلص العلاج، بعد ما هناتي 3 ايام الاولانيين، انا معايا اقراص الخميرة، مش عارف مش باينة هنا من الاضاءة، هي علبة اقراص دي عملناها، الخميرة دي ب9 جنيه يا جماعة في صيدليات بشري، 9 جنيه ونص، فيها 60 قرص. لو عايز تأتي كل لمدة 3 ايام، لو انت مربي في سلكة اتي قرص في الفم لمدة 3 ايام لكل طائر. لو مش عايز تأتي هتجيب قطعة خميرة قد عقلة الصباع وتحطها تدوبها على لتر المية بعد ما تخمرها زي ما عملناها قبل كده في فيديو سابق، هتخمرها في مية دافية، وبعد ما تتخمر تحطها على لتر المية. طيب تأتي لمدة 3 ايام الخميرة. عندك برضو لو كانش الخميرة، ملقتش الخميرة اللي هي القطع اللي هي بتيجي من المخبز، ممكن تجيب الخميرة الفورية برضو وتضيفها بعد الديدان، بعد علاج الديدان. طيب ما تنساش حضرتك تشترك في قناتنا الجديدة، قناة معلومات في تربية الحمام، اللي لو عايز تشوف عليها الفيديو ده مختصر هتلاقيه عليها، اسمها معلومات في تربية الحمام. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.